السلام عليكم. فوزية أبو زيتون، مدير جمعية حسننا لمساندة مستعملات ومستعملي المخدرات. اليوم نحن في صدد عرض 3 أفلام من إنجاز مجموعة من الشباب الفاعلين الجمعويين بمدينة طنجة، واللي كينتميو لمجموعات الشركة اللي كتشتغل معنا، منها جمعية دارنا، جمعية روابط الصدقة، وجمعية لايسيد. بعد الاشتغال مع هؤلاء الشباب لمدة حول وسائل الوقاية والتحسيس بضرورة الوقاية ديال الشباب من الأمراض المنقولة جنسيا ومن فيروس نقص المناعة البشري فياش السيدة، توج باشتغال الشباب على أفلام قصيرة من إنجاز ديالهم فيها الكثير من الإبداع. واليوم غنعملوا على عرض هذه الأفلام، وطبيعة الحال في إطار واحد المنافسة الهدف ديالها هو دعم الشباب وتعزيز الوقاية لدى الشباب وتشجيعهم على الفعل الاجتماعي، وأنهم يوليوا أقران مع باقي الشباب الآخرين من أجل نشر الوعي بهذه السلوكيات الخطيرة. اليوم كنا في حفل اختتامي ديال مسابقه افلام قصيره سبعويه حول مرض السيدة، وهي المسابقه اللي كتدخل في المشروع ديال الوقايه الاوليه في صفوف سبب اللي في سن سامادروس. الهدف منها هو اننا نوعيوا الشباب على المخاطر ديال هذا المرض الذي ينتشر بسرعه وبشكل كبير، وللاسف مازال حدود الساعه رغم كل المجهودات المبذوله انه يعتبر طابو. باقي حشومه نهضروا فيه، نهضروا على الاسباب اللي كينشقل. بالتالي انا كنحيي الشباب كاملين اللي شاركوا في هذه المسابقه، على اعتبار ان كانت عندهم جراه كبيره في انهم يعالجوا عن طريق الفن او السمعي البصري او الرقمنه كما كنقولوا، ولا الان هو اللي فرض ذاته في المجتمع ديالنا. بالتالي هي وسيله اخرى صندف من بين الوسائل ديال الاشتغال ديال جمعيه حسننا مستعملي ومستعملات مخدرات باش نعالجوا هاد المشاكل اللي حتى واحد ما زعما باقي ما قادرينش نطرقوا فيها، خصوصا اننا كنطمحوا كمجتمع في 2030 نكون زيرو سيدا، ونتمناو اننا نوصلوا له بتضافر جهود ديال الكل. كما كتشوفوا حنا اليوم احتفالا بمناسبه اليوم العالمي لمحاربه داء السيده، طبعا فرحان بزاف اننا كنتواجدوا في هذا النشاط هذا تحسيسي توعوي سينمائي اللي كتشرف على التنظيم ديالو جمعيه حسننا. طبعا هذا اللقاء هذا وهذه المبادره هذه جات من اجل يعني تقديم مجموعه ديال الاشرطه التربويه تحسيسيه، هي من انتاج واخراج مجموعه ديال الشباب ديال المؤسسات التابعه هنا بمدينه طنجه. طبعا هذه الافلام هذه غادي نشوفوها ان شاء الله اليوم انا باسم اعضاء لجنه التحكيم، وغادي نحاولوا نتوجوا مجموعه ديال الافلام. هي طبعا الافلام الثلاثه كلها متوجه، خصوصا ان يعني الموضوع اللي كيندرج فيه الفيلم هو من الجانب التوعوي والتحسيسي. طبعا المرض فقدان يعني المناعه اللي هو السيده، طبعا هو موضوع مهم بزاف، موضوع كيهمنا حنايا كانسان وكمجتمع مدني مغربي بصفه خاصه. طبعا الشكر موصول للجهه المنظمه على هذه المبادره، انا كنعتبرها يعني هي واحد المبادره طيبه وقيمه بزاف، خصوصا ان خرجوا من الجانب التاطيري والتوعوي ودخلنا لواحد الجانب اللي هو مهم، الجانب السينمائي والفني، وهذا هو المضمون ديال الفيلم بصفه عامه، هو اننا نقدموا امل عند جانب التوعوي والتحسيسي. طبعا كنتمنى التوفيق للجميع المشاركين والتوفيق ايضا للجهه المنظمه.